مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يكشف أن الصاروخ الحوثي كان يستهدف مناطق سكنية مأهولة بالسكان في منطقة الرياض قبل اعتراضه بنجاح، وإدانات واسعة ضد إطلاقه والدعم الإيراني السلبي والخطير. التحالف الدولي يكشف عن قتل 3 قادة كبار بداعش في العراق وسوريا في غارات جوية خلال الشهرين الماضيين. منظمة Human Rights Watch تعتبر أن بعض المجازر التي وقعت في قرى للروهينجا غرب بورما قد خطط لها بعناية من قبل الجيش البورمي. في أخبارنا المنوعة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يعلن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة لمواصلة العمل على تحقيق أهداف رؤية 2030.